السلام عليكم، يلا حيهم يا شباب، معاكم عبد الكريم ورجعت لكم اليوم في قائمة البلاي ستيشن العربية. هذه القائمة تضم 19 لعبة يمكن فاتتك في 2022. نبدأ بأول لعبة في القائمة معنا، أولي أولي وورلد. شفتوا عالم رادلاند الخيالي؟ هذه المدينة اللي تعتبر جنة للتزلج وفيها أفضل المتزلجين اللي بتلقاهم في مكان اسمه نارفاتا. واحدة من ألعاب المفضلة هذه السنة هي سيفو، لعبة انتقامية لازم انك تجربها، اكيد مرت على الكثير منكم. هذه الرحلة اللي توديك للعالم السفلي عشان تنتقم من اللي قتلوا والدك. Dying Light 2 Stay Human. راح تستكشف مدينة فيلادور الشاسعة وهي واحدة من اخر الملاجئ البشرية في عالم اجتاح الزومبيز. عندك وسيلة تنقل رائعة، الباركور، تنطلق في الشوارع والاسطح وكل مكان تحط عينك عليه. PlayStation.